لما ذكر محمد ليفربول لم يحقق أي فوز في آخر 3 مواجهات مباشرة ما بينه وبين برايتون، تعادل في 2 وخسر 1. ما سبب الإزعاج الذي سببه برايتون ليفربول؟ فريق برايتون مع جراهام بوتر هو فريق جريء جدا، يلعب بنفس النظام بطريقة 3-5-2 أو 3-4-3 في بعض الأوقات، ولكن هناك تطور نعم مع برايتون، ما زال هناك الكثير من العمل بحاجة لأن يتقدم خطوة أخرى، ولكن جراهام بوتر مدرب جيد جدا في الدوري الإنجليزي، مدرب قام بنقل الفريق خطوة إلى الأمام، يتميز بالتعاقدات المميزة رغم القيمة الاقتصادية البسيطة الموجودة لدى اللاعبين، يقوم بتجهيز فريقه تكتيكيا على أعلى مستوى، لا يخاف بأن يلعب أمام فرق كبيرة كما ذكر كابتن محمد، دائما جريء، كرة هجومية مميزة يلعب فيها، لذلك باعتقادي بأن جراهام بوتر مع برايتون هو فريق جيد جدا. نعم يمر بسلسلة يعني خسائر 4 مباريات سابقة خسر فيها، ولكن أيضا عندما يلعب أمام ليفربول، عندما يلعب أمام سيتي، هناك دائما تحدي إثبات الذات، تحدي بأن يريد أن يثبت نفسه أمام هذه الفرق، يريد أن يقوم بتعثر أحد هذه الفرق ليأخذ الفضل له هو، فهو يريد وضع بصمة. الآن في مركز مريح جدا في الدوري، لا ينافس على الهبوط ولا ينافس على المقاعد، هو في مركز مريح. لذلك باعتقادي بأن جراهام بوتر كما ذكرت هو أحد المدربين الممتازين اللي ممكن نشوفه مع أحد الفرق الكبيرة في المستقبل. نعم، سعي ليفربول أو طموحه سيكون أكيد أكثر من برايتون في هذه الأمسية نظرا